راسي العامل حضور كريم. اذا استكمالا للمشاريع تاهيل البنيه التحتيه الخاصه بقطاع الرياضه داخل اقليم دريوش، وتم انشاء هذا الملعب المعشوش بالعشب الاصطناعي داخل الجامعه ديال دريوش، تشجيعا للطاقات طبعا ديال المواهب الوليدات في ممارسه هذه اللعبه المحبوبه. اذا المستفيدين طبعا هو جميع شباب الاقليم، شباب ديال الاقليم خاصه الشباب ديال الجماعه ديال دريوش والتلاميذ ديالنا، وخاصه الفئه النسويه حتى هما طبعا معنيين بالامر. اذا بطاقه ديال التقنيه حول المشروع، صاحب المشروع المدير الاقليمي وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بدريوش. موقع المشروع هو كما كلفه المشروع 950,000 درهم، والمقاوله نفس المقاوله ديال الامس اللي هي سوسيتي ديفير. مكونات المشروع كما كتشوفون هنا جديد هو ملعب مذكور بالعشب الاصطناعي، ثم سياج الملعب، سياج جانبي وسياج علوي ايضا، ثم مستودعات الملابس والمرافق الصحيه، ثم الاناره من جميع الاركان الاربعه بعدد ديال 3 ديال المصابيح في كل ركن. شكرا. الله يكرمك. Harbi.